طبعا نجهز للمحاورة المفتوحة مع المكشوف. ربنا يستر. حقك عليا، ما تزعلش. لأي إنسان ممكن يفهمني غلط، يعني ممكن أكون عصبي لفترة وقابلت حد وكلمت بعصبية، أكون بعتب على حد من حبي ليه يمكن بعصبية، لكن أنا فعلا قلبي أبيض صحيح، ما بشيلش من حد، فأي حد يمكن بيزعل مني من عتاب أو من لوم أو أنا كنت متنرفز وكلمته بنرفزة أو كده، بقول له حقك عليا ما تزعلش. يعني ما بتحب توجه هذا الكلام لشخص لا معين لشخص معين لا، ولا بتتذكر موقف مثلا؟ لا هو زي ما بقول لك بيحصل كتير فعلا ان ساعات الواحد بيبقى عصبي، كلم مكالمه تليفون متضايق من حاجه معينه او كده، فبتلاقي برضه ساعات الواحد بيبقى خلقه ضيق شويه زي ما بيقولوا نتيجه لهذه العصبيه. ف لكن ما فيش حد معين، ما فيش موقف معين حصل وعايز اقول هذا الرد لشخص معين او حد معين يعني باين. من وجهة نظرك كيف بتشوف الساحة الغنائية اليوم؟ والله الساحة الغنائية عاملة زي الـ أي ساحة في الدنيا موجودة النهاردة، مليئة بالوجوه، الدكاترة كتروا جدا جدا، والمهندسين كتروا قوي قوي، وطلاب التجارة كتروا، والمطربين كتروا، والموظفين بسم الله ما شاء الله عمالين بيكتروا، حياتنا كلها بتتزحم، الشارع عمال بيكتر مليان عربيات، الناس في الشارع بتكتر، فاشمعنى الساحة الفنية اللي هتبقى رايقة؟ لازم هتتأثر بهذا الازدحام في كل أوجه الحياة اللي احنا موجودين فيها، فنتيجة لهذا الزحام أكيد ما بيبقاش فيه تركيز على كل من هو جد وكل من هو بيقدم فن جيد وفن يستاهل نتيجة لهذه الزحمة. بس أنا بشوف يمكن الفترة الأخيرة أو السنة الأخيرة بالذات ابتدت تشهد يعني تطور وبادرة أمل وبادرة خير، إن يعني الحمد لله الأصوات الحلوة ابتدت تفرض نفسها مرة أخرى، شرايط الكاسيت اللي بيعملها هذه الأصوات ابتدت تبقى هي الأكثر مبيعا في السوق الكاسيت، يعني الموجة الغريبة اللي زحمة الدنيا النهاردة أعتقد شوية ابتدت تنحسر، وأتمنى يا رب إنها تقل قوي 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 حتى لا يصح إلا الصحيح، وفعلا ما يظهرش إلا الصوت الحلو الجيد اللي بيقدم شيء مفيد للناس، مش مجرد انه صوت من ضمن الاصوات اللي موجوده. على رأي المثل الفنان هاني شاكر بيقولوا بالامثال يا داخل بين البصله وقشرتها، شو رأيك بهذا المثل؟ والله صح، الواحد ما يحشرش نفسه في اي موقف هو مش متأكد او ما يتدخلش بين اتنين عارفين بعض كويس، ممكن جدا ما ينوبوا الا صنفها زي ما بيقولوا كمال في المقصر. بس نحن يعني بدنا ندخل بحياتك اكثر، يعني تحكي لنا اي شيء انت عندك، انت انه حدث صار معك بيمثل المثل ده، يعني هذا المثل، يعني انت ممكن تكون دخلت غلط على خط معين. والله بيني وبينك انا ما افتكرش حاجه مساء حقيقه، لكن يعني انا الحمد لله تدخلي لما حتى بتدخل بين اتنين الحمد لله لحد النهارده بتدخل في الخير وما اتضرتش ابدا من هذا التدخل، يعني لو بلاقي مثلا اي مشكله قدامي بين اتنين تربطني بيهم علاقه واخد بالك واحس ان انا ممكن اتدخل لحل هذا الخلاف او اقرب وجهات النظر انا بحسبها كويس كمان، يعني بعرف امتى اتدخل وامتى ما اتدخلش، لكن كلها بتبقى يعني زي ما بقول لك مواقف عاديه وما بسمحش لنفسي ان انا اتدخل وانا عارف مسبقا ان انا ممكن اضر نفسي بهذا التدخل، لو انا مش ضامن الموضوع كويس مش هتدخل بينهم خالص. الفنان هاني شاكر، كثيرين من الناس تصوروا بانك رح تكون خليفه الفنان عبد الحليم حافظ، بس تفاجأوا بكم كبير من المطربين خلاك تبين وكأنك واحد منهم، بمعنى كأنك واحد من المشاركين، فهذا الكلام صحيح؟ والله أنا مبدئيا يعني عايز أوضح لحضرتك نقطة مهمة، إنه ما فيش حد خليفة لحد، يعني بعد أم كلثوم ما فيش خليفة لأم كلثوم، بعد عبد الوهاب ما فيش خليفة لعبد الوهاب، بعد عبد الحليم، بعد فريد،
بعد محمد فوزي، بعد كل عمالقة الغناء العربي، ما اعتقدش ان في حد بيجي يخلف حد. كل واحد بيبني العرش الخاص بيه والمساحة الفنية اللي بيشغلها هو لوحده بشخصيته بأسلوبه بأدائه. لكن هو طبعا يمكن كان هذا التوقع ناتج من ان انا طلعت وغنيت وهؤلاء العمالقة موجودين على الساحة الفنية، كل الأسماء العظيمة اللي قلتها لحضرتك دي. فطبعا كان المتوقع انه يعني بعد رحيل العمالقة كلهم يكون تواجدي أكثر إيجابية من كده. أنا بقول إن النهاردة في نجاح لهاني مفيش شك، لكن هذا النجاح مش بالدرجة المتوقعة. ليه؟ للزحمة الفنية، نتيجة للزحمة الفنية اللي موجودة عليها النهاردة. أنا وقت ما طلعت كنت بغني في وسط مين؟ وكم صوت كان بيغني على الساحة الفنية؟ بيغنوا للعالم العربي كله. تعالي بس النهاردة أقول لحضرتك كم صوت بيغني في مصر؟ كتير، عدد كبير جدا جدا ورقم رهيب جدا جدا. فما فيش شك انه ده بيأثر على الفنان، بيأثر على درجة نجوميته، بيأثر على يعني شعبيته، لان كل المطربين دول اخدوا من حجم هذه الشعبية وهذا النجاح، واخدوا من المساحة الفنية المفروض ان يديها. ف يعني انا بيني وبينك انا اتمنى ان هذه الزحمة تقل، وساعتها لما هتروق الساحة الفنية شوية هتحس اني هاني كويس والله. طيب ما فينك انت يعني وسط هاي الزحمة هاي انك تعمل شيء مميز وتسحب الجمهور لجانبك انت؟ والله ده اللي انا عملته يمكن في الفترة الاخيرة. انا يمكن جات لي فترة من الفترات سدت نفسي كده وبعدت عن الغنى وال يعني الحياة الفنية شوية، من ساعة ما عملت شركة الكاسيت بتاعتي وابتديت يعني اعتمد على نفسي كلية مش على المنتجين ينتجوا لي الاغاني بتاعتي. اعتقد يمكن اول شريط عملته شريط الحب مالوش كبير. الشريط ده بقى له يمكن حوالي 10-12 سنة تقريبا. واقول لحضرتك ان يعني من اول شريط لاخر شريط عندي في الشركة اللي هو ولا كان بأمري كلهم بيطلبوا في السوق. يعني اعتقد ده نجاح، ان انا مش بعمل اغاني عشان الاستهلاك اليومي، بتسمعيها مرة زي النكتة وتنتهي وخلاص، او شريط بيتسمع شهرين ثلاثة وخلاص. لا، شريط زي الحب ملوش كبير او الباكورة انتاج الشركة عندي ولحد اخر شريط كل العشر شرايط دول بيطلبوا في السوق لحد النهاردة. فبتهيألي ده يبقى دليل نجاح. فماذا لو ترك الفنان هاني شاكر ساحة الغناء؟ والله هو أريح بالنسبة لي. لا بس هي يعني لكن الجمهور حيوحشني بصراحة. يعني لو سبت ساحة الغناء هتبقى خسارة ليا كبيرة جدا جدا، بعدي عن الجمهور اللي بحبه وبيحبني، واللي بحس فعلا انه من وقت للتاني انا ابتديت اشد انتباه اذان يعني اعمار مختلفة من المستمعين. وده بالنسبة لي يعتبر نجاح، ان انا الاغاني اللي عملتها في الفترة الاخيرة مش بس بتحاكي مجموعة معينة سنية، لكن بتخاطب الكبير والصغير والشاب وكله. ف يعني لو فكرت ان انا اعتزل الغناء يعني اعتقد انه الجمهور هيرجعني تاني في هذا القرار. طيب والساحة الغنائية كيف بتشوفها بدون هاني شاكر؟ والله ماشية مش هتتأثر. وفي حد بيرتجع. منك يا جرحني لبعض النقاد اللي بيستكتروا انهم يدوا كل فنان كويس حقه بدون تحديد اسماء. لكن انا بشوف ان فعلا يعني واجب على الناقد زي ما بيهاجم زي ما يمدح، مش يعني مش
مش شغلة النقد فقط الهجوم والنقد يعني، او فاهم ان النقد معناه يبقى ده هو بتكلم عن حاجة وحشة. لا، انا بقول زي ما بينقد زي ما لما يلاقي حاجة كويسة لازم يكتب عنها. لكن للأسف الشديد يعني انا بشوف ان في بعض النقاد اللي بيكتبوا في مسألة الفن والغنى وكده بس بيحب يتكلم على السلبيات والإيجابيات بيتناساها تماما. طيب انت تعرضتش مرة لهذا النقد؟ كتير كتير طبعا، تجاهل و يعني ما اعرفش، زي ما بقول لك زي ما يكون في تعمد، لان يعني ما نزودش نجوميه فلان، ما اعرفش ليه، مع ان المفروض الفنان بيبقى زي ما بيتكتب عنه انه عمل حاجه وحشه يتكتب عنه انه عمل حاجه كويسه. طيب وهذا الشيء عمل عندك ازمه ولا؟ اكيد بيضايقني طبعا، اكيد بيضايقني، لان انا بشوف ناس اقل مني فنان بيتكتب عنهم ايه. بس يعني ما اثر هذا الشيء على اغنيه بدك تقدمها يعني من جديد او؟ لا 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 لا، بالعكس انا كل ما بشوف هذا الموقف بزداد اصرار، بزداد اصرار، يعني هذا التجاهل معناه ان انا فعلا ناجح. حكيم زمانه، انت هلا حكيم زمانك وانت معروف عنك الاتزان، فامتى بتحس انه مطلوب الاتزان؟ مطلوب الاتزان، هو الاتزان مطلوب في كل الاوقات، لان الحقيقه الـ يعني المشاكل والصراعات في حياتنا بقت ازيد كتير من الاول، فالمفروض الانسان يبقى اكتر توازن واتزان من اي وقت فات نتيجه للضغوط دي. طيب مين الشخص اللي بتشوفه انت بمنتهى الاتزان وشو اللي بيعجبك فيه؟ انا بتعجبني شخصيه عادل امام قوي، يعني تحسي فعلا انه فنان ملتزم، فنان متزن، فنان عارف بيعمل ايه، ولعلمك هو نجم بالرغم من انه ما بيكتبش عنه كتير، لكن هو نجم النجوم عادل امام. انا طلبت منك انه او حطيتك انه تكون حكيم زمانك، فشو هي الحكمه او النصيحه اللي ممكن تعطيها للناس؟ والله في حكمه اعتقد ان كلنا النهارده محتاجينها من وجهه نظري، وهي ابدا بنفسك ثم غيرك. في كل شيء بنفكر فيه، في كل حاجه عايزين نعملها، يا ريت كل واحد يبتدي بنفسه. ما اقولش ما هو كل حاجه بايظه، ما هو انا الوحيد اللي حامل كده، ما لا، كل شيء، من اول الالتزام في المشي في الشارع، من اول الالتزام باشارات المرور، من اول الالتزام بنظافه المكان اللي انا عايش فيه سواء بيتي او قدام باب بيتي او الحي اللي انا بنتمي ليه، سواء في كل حاجه، في اني اشتغل كويس، في اني احس ان ربنا رقيب عليا، واني مش شطاره ان انا اضحك على الناس اللي بشتغل معاهم مثلا وامشي ساعه بدري او لا. ابدا بنفسك ثم غيرك في كل شيء. احرج موقف؟ هو في مواقف كتير طبعا الواحد اتعرض لها، مواقف محرجه، يمكن كان اكترها موقف حصل لي اول ما طلعت اغني، وتاني غنوه اغنيها في حفله عامه هي غنوه سيبوني احب، كلمات الاستاذ مجدي نجيب والحان الموسيقار محمد سلطان. وانا يعني من النوع اللي لما بشوف الناس الدم بيهرب من جسمي وانسى واسقع واحس اني ثلجت، فعلا بخاف جدا جدا من مواجهه الجمهور، وخصوصا طبعا في الفتره دي اللي كانت بتشهد لسه بداياتي الفنيه. فالمهم اغنيت المذهب الدخول بتاع الغنوه واشتغلت المزيكا، واحاول افتكر بقى اني الدخول الكوبليه طار من دماغي خالص خالص، وكان جت مسح بقى السيكه. رحت مشاور الاستاذ احمد فؤاد حسن، قعدت تاني قعدت افتكر وعصر في دماغي واعمل كده على المسرح اني افتكر، ما فيش ابدا، طار من دماغي الكلام. فرحت رايح موطي على الاستاذ احمد فؤاد حسن كده، قلت له الحقني انا نسيت الكلام بتاع الكوبليه. قال لي طيب ما تخافش ثانيه واحده. راح مكلم بتاع الصوت، ناداله اللي هو بيعدي الميكروفون والمزيكا بتشتغل،
قال له قول له يا استاذ احمد، قول محمد سلطان يكتب لنا الدخول بتاع الكلام. الكوبليه. اه فعلا راح جايب ورقه كده كتب فيها الشطرتين الاولانيين بتوع الكوبليه والكوبليه اللي بعديه، وراح جاي موريها لي في ايده كده من ورا وقلت على طول انا بس افتكر الدخول وراح يعني اول على كلمه طول. كانت بالظبط. بعد كده ابتديت اعمل ايه بقى، اما اجي اغني غنوه جديده اروح كاتب الغنوه وحطيتها في جيب البدله، احساسي انا ان الورقه دي موجوده معايا خلاص بيطمني يعني. اه بتعطيك احساس بالامان. بالامان اه، وخصوصا تبقى غنوه جديده اي وقت حزينه اروح متضايره وفاتح الورقه وغش. صاروخ ارض جو. الفنان هاني شاكر في صاروخ ارض جو، فلمين بتحب انك توجهه؟ والله انا اوجهه عشان انسف بيه بقى باللفظ الحربي او بالمصطلح الحربي، كل مرتزقة شرايط الكاست. لان فعلا يعني احنا كنا بنقول لفترة مش بسيطة ان دي موجة وحتنتهي وكلام كده، اتضح ان فعلا بتدخل شريط الكاسيت في حياتنا الفنيه الموجه دي ما انتهتش. وبهذا الصاروخ شو ممكن انت توجه كلامنا لهم؟ والله اقول لهم يراعوا ربنا ويراعوا هذا الجيل الجديد ويراعوا يعني ضميرهم، ويعتبروا ان الفن ده مسؤوليه مش وسيله لكسب الماده، هي وسيلة تربوية ويجب أن تستغل بالشكل الأمثل، لأن يعني المكسب المادي بس مش تمام، لا مش هو ده الهدف. الهدف إن احنا نربي جيل ونربي نشأة ونعلم جيل إزاي يغني وإزاي يسمع، لكن الهلس اللي بيقدم في شرايط الكاسيت ده عمال على بطال، أعتقد إن ده فعلا أذى ودن ناس كتير قوي قوي قوي. اسمه ونصيب اقولها لمحمد الحلو، هتقولي لي ليه؟ اقول لك مع انه انا كنت ممكن اقول لك ليش مثلا. ايوه. لان من فتره محمد غنى غنوه ونجحت جدا وقتها، اول ما غناها اللي هي القلب حب وتاه وعينيكي ليه نسياه حاجه كده، الغنوة دي عرضها عليا فاروق الشرنوبي اول ما عملها ملحنها، وقلت له الغنوة حلوة جدا جدا بس انا مش لايق على الغنوة، او مش حاسس انها لايقة عليا، او مش شايف نفسي فيها، فياريت تدور لي على حاجة تانية احسن. المهم فعلا بعد فترة فوجئت بمحمد الحلو غناها ونجحت جدا جدا في وقتها، وعشان كده بقول له يا محمد يا حلو كل شيء اسمه نصيب. اسمه نصيب. طب انت كيف حسيت لما سمعت الاغنيه وحسيتها هيك انه طالعه حلوه؟ انا حاسس انها حلوه، في اغاني كتير قوي ببقى شايف انها حلوه بس مش مناسبه لي. يعني نضل احساسك بانه هاي الاغنيه بعيده عنها. بالظبط كده، مش لاقي نفسي فيها. فمهم قوي ان الواحد فعلا يغني حاجه هو مقتنع بيها اساسا. سيادتك مسؤول. الفنان هاني شاكر، سيادتك مسؤول عن تنظيم الحفلات الشبابية، وانت عم تقدم أصوات سيئة وكلمات كلها خلاعة، وبهذا الشيء انت عم تساهم بإفساد ذوق الشباب وأخلاقهم. والله ردي، ما دام الحفلات دي بتكسب ما عملهاش ليه؟ بس انت وانت تفكر ان انا بقدم فن يعني؟ ايوه. لا لا، احنا عايزين نكسب بالصلاة على النبي. يعني الموضوع مادي، هو ده اللي يهمنا. اكيد اكيد هو ده اللي يهمنا اساسا، احنا لا بنبص على ايه اللي بيتقدم ولا شكل اللي بيتقدم ولا الكلام اللي بيتقال للناس، المهم الناس مبسوطه وبترقص وتيجي تدفع لنا ثمن التذكره، بس ده المهم عندنا. موعود معايا بالعذاب. والله قبل ما اتجوز اقول موعود معايا بالعذاب لوالدتي، تحملت معايا جدا جدا في بدايه حياتي الفنيه مشاق الفن وصعوباته، وبعد ما اتجوزت زوجتي نهله بتتحمل معايا برضو
العذاب والتفكير والمشاركة، لأن فعلا زي ما كنت بقول من شوية طريق الفن طريق صعب جدا جدا. فهي كملت معايا بقى المشوار وتحملت معايا العذاب من ساعة ما اتجوزنا. واحد من ثلاثة. الفنان هاني شاكر، اختار واحد من ثلاثة بس بصراحة، انك تكون مشهور، او انك تكون صاحب رأس مال بس على الهامش، او انك تكون مطرب والناس بتحبه كتير. لا، بدون تفكير اكون مطرب والناس بتحبه كتير، لان حب الناس عندي اهم من الفلوس واهم من اي حاجة. الو. ايوه يا حسن، هاني اللي بيتكلم. ازيك؟ انا بكلمك دلوقتي من الاستوديو، وهم كانوا عايزين يعرفوا احنا بنحضر ايه دلوقتي للحفلة الجديدة اللي جاية وللاغاني الجديدة اللي بنعملها. انت النهاردة رتبت النوت كلها ووضبت كل حاجة؟ تمام تمام. وعايزك تعمل لي برضو نحدد المسقين الزيادة اللي هيجوا على الفرقة، وتحدد لي البروفات عشان يا رب يخليك ابقى عامل حسابي الفترة اللي جاية دي. ماشي ماشي ان شاء الله. طيب، واحنا في الغالب ان شاء الله هنقول قلبي ماله الغنوة الجديدة دي، ونفكر في بقية الاغاني بقى مع بعض. هي النوت كلها موجودة عندنا. تمام ان شاء الله. طيب يا حسن، يلا اشوفك على خير باذن الله في البروف. احنا عندنا بروف عليهم الاثنين بتقلي، مش كده؟ ان شاء الله. طيب يا سيدي، مع الف سلام. مع السلامة. انا لما قلت لك مكالمه فتفاجأت انه انت تلهفت يعني على شغلك، يعني اتصلت دغري، بس سمعت اسم شخص اسمه حسن. استاذ حسن فكري اللي هو رئيس الفرقه، و يعني اللي بشتغل معاه على طول فرقه عيون مصر. وعشان لما بقول لك ان الفنان على طول بيفكر في شغله تصدقيني يا ميس. فعلا فعلا. محتاج لك، قربي ما تبعديش. اقول لراحه البال ان انا فعلا محتاج لها، يعني تريحني شويه من حاله القلق اللي الواحد فيها دي. حاله الفنان القلق. يعني يا ريت راحه البال شويه تقرب مني وتجيلي. صحيح الفنان هاني شاكر، ممكن نحكي جد شوي؟ ماشي، احنا كنا بنتكلم قبل كده هزار. عمرك الفني انت ضيته بالغناء عن الهجر والاسيل، فما في مواضيع تانية انسانية ممكن انك تحكي عنها بغير الوتيرة اللي كانوا يغنوا فيها مطربين ايام زمان؟ لا، انا في الفترة الاخيرة بالذات يمكن عملت شوية مواضيع جديدة جدا جدا على اغانينا العربية. يعني اذكر منها على سبيل المثال مثلا ولا بيك ولا بيا، اذكر منها انا عايش عمري وما اعرفش كم عمري انا، اذكر منها مثلا ما تهدديش. يعني في اغاني كتير. انا زي حضرتك كده بفكر دايما في اني ادور على كل ما هو جديد اقدر اقدمه في فكرة الكلام. يعني بتحس انت انه انت قدمت غناء مؤثر؟ في مفاجآت برضو في الشريط الجديد اللي انا بحضر له اللي نازل قريب ان شاء الله. يعني دايما بحاول ان انا امسك خيط فكرة جديدة او موضوع جديد، لان انا زي الجمهور برضو. انا يعني مش عايز يبقى كل اغانينا عن الهجر والخصام والفراق. اعتقد ان في مشاكل كتير دلوقتي في حياتنا تستحق ان احنا يعني نتكلم عنها وكده. وده اللي ابتديت اعمله فعلا في الفترة الاخيرة. طيب في كلمات من شريطك جديد ممكن تتذكرها؟ يعني في غنوة مثلا بتقول، هي فيها ناحية فلسفية شوية، بتقول لو ألف طريق ولا أي صديق يمشي معايا يبقى ولا طريق، لو أحلى مكان ولا أي أمان فيه جوايا يبقى ولا أمان. بمعنى إنه لو ألف طريق همشيه
ومفيش صديق يمشي معايا الطريق ده يبقى كأن الطريق مش موجود. يعني المعنى البلدي اللي بيقول خذ الصديق خذ الرفيق قبل الطريق، نفس المعنى. لو اي مكان ولا اي امان فيه جوايا يبقى ولا مكان. يعني لو اي مكان انا عايش فيه وانا مش حاسس فيه بامان يبقى كأن المكان ده مش موجود. فيعني انا زي ما بقولك بحاول دايما ادور على الفكر الجديد، الموضوع الجديد، الحاجة اللي احس انها ممكن تكون يعني جديدة على ودن المستمع. واتمنى يا رب ان ربنا يوفقني في بقية الشرايط اللي هتيجي بعد كده. عرفش هجيب مواضيع جديدة من ايه. بيت حالها. والله انا ما عملتوش قوي قوي، لكن يعني انا كان فعلا اذكر حادثة وقعت، صديق ملحن ليا وتعاملت معه كتير، ويعني هو مصر انه لما يلحن لي لازم يعمل الشريط كله. فانا كانت نصيحتي لي مش عشان هو يزعل ومش عشان يعني تبقى قطيعة بيني وبينه، لكن انا فعلا كان قصدي المصلحة، مصلحته ومصلحتي. انا قلت له يعني لو هتعمل غنوة غنوتين ثلاثة في الشريط ماشي، لكن الشريط كله أنا فعلا رافض المبدأ ده، وأحب دايما يبقى شريطي متنوع وفي أفكار جديدة وفي روح مختلفة لأكثر من ملحن، لأن ده في النهاية لمصلحة المطرب ومصلحة الجمهور، ما يحسوش إن الشريط كله مية واحدة. فالظاهر كلامي ده ما يعني ما عجبوش أو ما لقاش صدى عنده، ومش هقول زعل، لكن يمكن ما تعاملناش مع بعض تاني من ساعة الموقف ده. فأنا فعلا كان قصدي إن أنا أما أكحالها يعني أزوقها وأخليها حلوة له وليا، فالظاهر إن أنا عاملتها نص عامة كده. ساعتها ما تعاملناش تاني. طيب أنت ندمت على موقفك هذا؟ لا لا بالعكس بالعكس، وهذا الكلام أنا مش بس بقوله له، بقوله لأي حد بتعامل معاه، إن الجمهور ومصلحة الجمهور ومصلحة الفنية ما فيهاش جدال ولا ما فيهاش نقاش. لأن فعلا الملحن لما يعمل 6-7 أغاني في الشريط ما بيقوش كلهم بنفس المستوى، مش زي حضرتك مثلا ما تلاقي في الشريط في 3-4 ملحنين، بيفرق كتير، كل واحد بيقدم أحلى ما عنده وفي تنويع وفي روح مختلفة وأفكار مختلفة. يا خسارة نسي. بهدي هذه الأغنية للموسيقار الكبير الأستاذ محمد الموجي، لأن هو في أوقات كتير قوي يا إما نسي يا إما بيتناسى إنه اكتشفني وإنه قدمني، وإن المفروض إنه يعني اكتشافه ده يكون واقف جنبه لآخر وقت ومهما طال بي الزمن. وفي حديث الإذاعية والتلفزيونية يفتكر إن هاني من الأصوات اللي هو اكتشفها، واللي فعلا الحمد لله حقق نجاح كبير قوي 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 لما قدمه. لأن بحس كده إنه يعني ما أعرفش هل بيتناسى أو هو فعلا نسي إنه قدمني أو كده. دي ما تصوريش بتحز في نفسي قد إيه. فنان هاني شاكر، معروف عنك بأنه أنت بتخاف على حالك كتير لدرجة أنك بتعيد النظر مليون مرة بمواعيدك بالناس اللي بتتعامل معهم. فهاني شاكر وبدون خبز، أنت بتحاول تلد محمد عبد الوهاب حرصه؟ لا لا، أصل أستاذ عبد الوهاب ما كانش حريص في المواعيد، كان حريص من الأنفلونزا وما يسلم على حد يخش يغسل إيده 3-4 مرات بعد كده. حقيقي يعني هو كان موسوس أوي في حكاية المرض مش في المواعيد، لكن انا حرصي على المواعيد. انا ما بحبش ادي ميعاد وارجع اخلف فيه، ما احبهاش ابدا، يعني احب التزم بالميعاد اللي انا احدده. فلما بلاقي نفسي في وقت من الاوقات مشغول او مش عارف انظم مواعيدي، او مثلا بيبقى عندي استوديو فعلا ما بقاش عارف هبتدي امتى واخلص امتى، ممكن ادي ميعاد وافاجئ ان الاستوديو فاضي، وده بيحصل كتير. يقولوا لي تعالى الاستوديو فاضي، اروح اعمل اي حاجه، يا اغني غنوه من الاغاني المفروض ان انا اغنيها، او اعمل مكساج لغنوه من الاغاني اللي اتعملت خلاص
فالوقت اللي بيبقى عندي فيه شغل او تحضير للشريط او كده، او مشغول بمجموعه حفلات او تحضير لحاجات مهمه، بخاف قوي ان انا ارتبط باي مواعيد. فهي مش وسوسه قد ما انا ما احبش يتقال ان هاني قدم عد وما احترموش وما التزمش بيه. طيب لكن مش الوسوسه اللي اه، لان انا طول النهار عيان على طول، عندي برد فمش نافع الوسواس. طيب وجزئيه حرصك على الناس اللي بتتعامل معاهم؟ ما دي عشان كده ما انا بقول لك ما احبش ابدا ادي ميعاد واخلف فيه. لو مش حاسس ان انا هقدر التزم بالميعاد اللي بديه ما بديهوش. بنهايه حلقتنا وبدنا تجاوبنا بصراحه، شو هو احلى ما في هاني شاكر؟ شو هو اسوأ ما في؟ والله هو صعب الواحد يعني ينقد نفسه او يتكلم عن نفسه، لكن هو انا بشوف شخصية هاني انه طيب وخجول. يمكن في ناس بتفهم الخجل ده على انه علاطة او غرور او كده، بس يعني اعتقد وجهة النظر دي قلت يمكن نتيجة لاحتكاكي بالناس اكتر في الفترة الاخيرة. حاسين قد ايه انا بحبهم وقد ايه انا فعلا بسعد جدا جدا بحبهم ليا وتقديرهم لفني، فما فيش حتة الغرور الحمد لله ولا القلاطة دي خالص. يمكن من اهم عيوبي العصبية والنرفزة. انا عصبي جدا. انت ضحكتي، هو الظاهر كل الفنانين كده. الظاهر كل الفنانين كده يعني فعلا. يمكن نتيجة للضغط العصبي اللي على الفنان فعلا بيبقى عصبي. انا اوقات بحس نفسي انه بنفجر، عارفة زي القنبلة اللي بتنفجر كده، وممكن على اسباب بسيطة في البيت مثلا، لأي حاجة ممكن تحصل بسيطة، من كتر ما الواحد ساعات بيبقى دايما شايل في نفسه. دايما الفنان قلوق، بيفكر في بكرة، بيفكر ايه اللي هيعمله، ثقي تماما، كل ده بيبقى على حساب اعصابه. فانا العيب الوحيد اللي فيا فعلا حته عصبيتي دي.